اخواني السلام عليكم. لاحظوا معايا السيده ديال لابسه الخضر ودير داك الزيف حمر مع الدريات، ولاحظوا معايا الخنشه هذه اللي فيها 25 كيلو ديال الجنجلان. المهم هاد السيده هذه مع الدريه دي جات عند المحل، هذا المحل هذا، وقالت لي الله يرحم الوالدين بغينا نطحنوا شي عطريه. قال لها مرحبا ما كاين حتى شي مشكل. قالت لي راه كنتسنى الوالده ديالي تجي. قال لها ما كاين حتى شي مشكل، خذي راحتك ارتاحي مع راسك. فين ما جات الوالده ديالك؟ المهم هاد السيده هذه بقات كدور وكتهندس، كتشوف هاد السيده هذا اللي ملهي مع عباد الله كيسر به الناس، وما دام جاب مع ديك السيده بانها قانيه على ديك الخنشه ديال الجنجلان اللي حدا الباب. المهم هاد السيده دي هاد الخنشه هذه بواحد الطريقه غريبه جدا، بانه من هنا غترجع حتى لحد الباب غادي ديها. انتوما شوفوا معايا اللي طاب الاولى، غتشوف ديال المول المحل واش رد البال ولا ما ردش البال، غتشوف دوك الدراري اللي معاه، غتشوف الكليان تا هما واش كاين ولا ما كاينش. المهم غادي تشوف ديك الخنشه واش مسدوده ولا ما مسدودات، واش تقدر تهزها ولا ما تقدرش تهزها. هي مهم جربها دابا، هي سخراتها، ها هو اللي طاب الاولى هي سخراتها. انتوما كتشوفوا الخنشه، شوفوا فين وصلت. المهم هذه السيده هذه تقريبا شي 3 دقائق ولا 4 دقائق اللي عتبقى في هذه الخنشه هذه باش ديها لي. هي حطات حتى واحد الخنشه اخرى باش ما تبانش بلاصه خاويه، باش داك التاجر ما يدي ما يجيب. المهم السيده منها كتقضي الغرض ديالهم ولا كترد البال داك التاجر واش كيشوفها ولا ما كيشوفهاش. المهم السيده هذه هذا الشيء اللي دارت به راه زعما زعامه خطيره بزاف، يعني فايد ديرها الطريقه هذه ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي اربعه للتجار. المهم هاي السيده عاود سخرة ثاني، ها انتم لاحظوا معايا هي تعاود سخرة ثاني اللور. المهم السيده تبقى غاده بها حتى توصلها اللور، ومن بعد غادي تشكي عليها وغادي تهز. المهم هاد السيده راه باين عليها حريفيه، شوف واخا هكاك المظهر ديالها ما باينش عليها. وهاد الدري تاهو اللي معاه تاهو راه حاضي معاها تاهو، راه تاير موصيه يعني معلماه ومدرباه. كتقول ليه وقف اللور الا بان لك شي واحد كيشوف فيا ولا شي حاجه علمني وقولها لي. ها هو دابا كيشوف لها اللور وهي كتشوف القدام. شوفوا معايا سبحان الله العظيم، شوف راه مدربه كيشوف هو اللور واش ما كيشوفها شي واحد من اللور من هنا، وهي كتشوف هذاك التاجر ديال القدام. دابا المهم ها هي قربت الخنشه، هي قربت تحت الباب. المهم انتم كتشوفوا فيها هي جراتها ثاني، هي تعاود جرها ثاني، هي وميم طون كتجرها وكترد البال واش كيشوف فيها شي حد ولا ما كيشوفش فيها. كتشوف على اليمين وكتشوف على اليسار وكتشوف اللور وكتشوف القدام، وكتوصي داك الدري تا ولي معاك كتقول لي رد لي البال، شوف لي الجهه اللي ما كنشوفش فيها انايا كما يجي شي حد ولا ما يجي، وشو رد لي البال تا مع مول المحل تا هو واش رد لي البال ولا ما ردش لي البال. المهم هاد السيده هي كتاخذ راحتها وبشويه عليها دقه عليها يعني ما زربانهاش، المهم تتقضي الغرض ديالها. المهم كتشوف كتهندس هي تعاود جرها، هي جراتها مع العلم ان الخنشه فيها تقريبا 25 كيلو. المهم واحد الرساله للناس كيقول لك الخنشه الجنجلان راه ماشي مشكل ماشي شي حاجه، الخنشه الجنجلان السيده راه ساويه واحد 1700 درهم، يعني قليله تكون دايره 1700 درهم. هذا الشيء الا كان فيها 25 كيلو، الا ما كانش فيها 30 كيلو. المهم هذا الشيء راه بزاف على شي واحد مخصوص وخاصو ما ياكل. المهم الدور ديالنا هو نشر اي فيديو كتوصل به الصفحه كتعلق سرقه، سواء كان تاجر او غير تاجر، دو مع البال باش ما يبقاش يعاود. ها انتم كتشوفوها هي قامت بطريقه، هي تهز الخنشه وعاد تكالها وغادي تمشي في حالتها. وهاد التاجر مسكين الله يعوضه ب 1500 درهم اللي مشات ليه، زيد على راس المال زيد على الرباح زيد على بزاف الحوايج. المهم الاخوان تجار ردوا معنا البال، وديما ردوا البال كما كان بنادم النوع ديالو، سواء لابس مزيان سواء ما لابسش مزيان، ديما رد مع البال وقضي مع الغرض. ولا وقف شي واحد بلا سبب، خويا اش بغيتي بغى شي حاجه تبارك الله ما بغاش الله يسهل عليه ورد مع البال. كما كتشوفوا الاخوان هاي السيده حطات الخنشه تما، ها هي مشات طلعت في الشارع الخروج ما فيهاش ما شافتش شي حد، ها هي هزت الخنشه وتكات عليها ومشات في حالتها، ودات السيد 1500 درهم. نتمنى الاخوان الفيديو تبارطاجيه لاوسع نطاق، والله يعاونكم الله يسخر الامور، الله ينجيكم ان شاء الله. السلام عليكم.